مرحبا، في هذا الفيديو سوف تتعلم المزيد عن برنامج الأصدقاء لدى كايرون. الصديق أو الزميل هو جهة اتصال إما في منطقتك بحيث يمكنكم اللقاء شخصيا أو يكون لقاء عن طريق الإنترنت. هو أو هي سوف يدعمونكم في تخطي التحديات أثناء دراستكم، وأيضا يقومون بتزويدكم بمعلومات قيمة عن المجموعة أو المجتمع المحلي، ويساعدونكم على التغلب على التحديات اليومية. البرنامج يعمل لمدة 12 أسبوع قابل للتمديد. كايرون تقوم بمطابقتكم مع الزملاء بناء على معلومات شخصية مثل لغتكم، برنامجكم الدراسي، أو بناء على اهتماماتكم الشخصية. القائمين على كايرون يبذلون قصارى جهدهم لإيجاد زميل بالقرب منكم. في حال عدم إمكانية ترتيب ذلك، سنطابقك مع أحد الأصدقاء عبر الإنترنت. لمزيد من المعلومات أو التسجيل، بعد التسجيل كطالب لدى كايرون يرجى إلقاء نظرة على خدمات الطلاب لدى كايرون على موقع الحرم الجامعي على الإنترنت.